ضيفنا النهارده هو لعيب متميز جدا، بدايته كانت ناشئين النادي الاهلي وعرف يفرض نفسه ضمن اللعيبه المتميزه في الدوري المصري الممتاز. بس النهارده هنطلع بره الملعب والتمرين ونوريكم حياه لعيب الكوره بره الكلام ده عامله ازاي. قناه الاهلي في كل مكان برحب بيكم وحلقه خاصه جدا مع نجم الاهلي السابق كابتن اسلام محارب. رمضان كريم يا كابتن، عامل ايه؟ انا مبسوطه انك معايا النهارده. ازيك يا رزان، عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. جاهز؟ هنتكلم طبعا عن رمضان واجواء رمضانيه، ولكن قول لنا في البدايه شايف الموسم ده ازاي للجونه؟ هو طبعا موسم صعب جدا، التوقفات اللي فيه كتير جدا. طبعا خرجنا من تصفيات كاس العالم وكده، فده ادينا يعني طبعا زعلنا الفتره الاخيره دي ان احنا ما صعدناش كاس عالم وما خدناش بطوله افريقيا. طبعا الموسم ده صعب جدا زي الموسم اللي فات بالظبط، توقفات كتير جدا، ما بنلحقش نلعب. الواحد حاسس ان هو بيعمل فترات اعداد كتير جدا بيستهلك فيها، يعني ما بلحقش العب ماتشات قد ما بعمل فترات اعداد في التوقفات الكتير اللي احنا بنعملها دي. فان شاء الله الموسم يخلص على خير ان شاء الله. انت شايف الموسم ده زي الموسم اللي فات ولا اصعب من الموسم اللي فات؟ لا، هو ممكن اصعب شويه، أصعب. لان احنا السنه دي بنلعب ماتش ونريح اسبوع 10 ايام، نلعب ماتشين ونريح شهر 40 يوم، فده كتير جدا. وطبعا الواحد بيبقى بيوصل لفورمه كويسه، وبعدين لما الدوري بتوقف بترجع تاني تعيد من اول وجديد، تبدا فتره اعداد وتجهز ماتشات وديه، فالموضوع بيبقى صعب جدا عليهم، فطبعا ما بتطلعش احسن حاجه في الموسم يعني. خليني ارجع معاك شويه للبدايه، امتى بقى اكتشفت انك لازم دلوقتي حالا تروح تعمل اختبارات عشان تبقى لعيب كوره؟ هو مش انا اللي اكتشفت، وانا اللي اكتشفني استاذ في انا اصلا خريج ازهر وكده، فاكتشفني المدرس بتاعي وقال لي لوالدي ان انا لازم اروح نادي. كنت انا لسه ساعتها في اولى ابتدائي يعني 6 سنين، فطبعا رحت كفر الشيخ ساعتها. انا من مسير محافظه كفر الشيخ، رحت كفر الشيخ طبعا لعبت هناك لحد 15 سنه، وبعدين الاهلي اشتراني بقى من كفر الشيخ وكده. حد كان في عيلتك اصلا بيلعب كوره ولا ده كان موضوع جديد جدا عليك؟ في عمي، عمي كان بيلعب كوره بس بيلعب لعب درجه تانية، لعب منصوره وكفر الشيخ ومحله كده يعني. بس انما احنا كنت انا وابن عمي طالعين مع بعض، هو كان حارس مرمى وانا كنت بلعب وكده، فطلعنا مع بعض وانا كملت، هو طبعا بطل وكده يعني مؤخرا. طب احكي لي كواليس انضمامك لنادي الاهلي، ناشئين نادي الاهلي. الكواليس، انا كنت بلعب وانا 15 سنه، لعبت درجه اولى في كفر الشيخ. عرفت ازاي ان في اختبارات مش اختبارات؟ انا رحت طبعا رحت اكاديميه، يعني اكاديميه النادي نفسها براعم بقى الناس الصغيره 6 سنين وكده، بدات اتدرج في النادي لحد ما بقيت في فريق القطاعات. ومن القطاعات بقى بدات اتصعدت من وانا 15 سنه لعبت درجه اولى، فالدرجه الاولى ده انا ممتاز بها في مصر عندنا هنا. فالاهلي طبعا شافني، طبعا كان في الاهلي والزمالك وانبي ومقاولين، فطبعا اخترت الاهلي وكده وجيت الاهلي وانا 15 سنه. ساعتها كنت بلعب بمنتخب مصر ناشئين وكده يعني. جيت بقى هنا النادي الاهلي وكده، اتصعدت مع مستر مانويل فتره ونزلت وطلعت تاني مع كابتن حسام البدري، ونزلت تاني وطلعت مع كابتن يوسف، قعدت فتره طويله جدا، وبعدين بقى مشيت بقى وانا عندي 20 سنه. فاكر حاجه مش هتنساها الفتره دي؟ اللي انا مش هنساها الفتره دي ان انا عاصرت الجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي. مين بقى؟ كابتن محمد ابو تريكه، وكابتن عماد متعب، وكابتن وائل جمعه، وكابتن حسام غالي، وكابتن محمد نجيب، كباتن كبيره طبعا وكتير جدا، وكابتن حسام عاشور، وليد سليمان، ناس كتير جدا كباتن طبعا بدون ذكر اسماء يعني، كابتن سيد معوض، كابتن احمد فتحي، ناس كتير مش عايز انسى حد وكده. بس طبعا الجيل ده طبعا اتعلمنا منه حاجات كتير جدا، الاصرار والعزيمه والروح بتاع النادي الاهلي وروح المكسب في الدقيقه الاخيره، حاجات كتير جدا اتعلمتها في الفتره دي.
وطلعت من النادي وانا متربي على الحاجات دي، فبقيت ان انا مثلا اخسر ماتش او كده بيبقى عندي مشكله. ممكن ما اعرفش انام، ببقى حاسس ان انا متضايق، مودي بيتغير تماما، المكسب والخساره وكده. فدي كانت اهم ميزه اتعلمتها في النادي هنا. مين من الناس دي كان ممكن ينصحك او يتكلم معاك كده يعني براحتكم شويه، يعني يقول لكم ينصحكم مثلا في يعني معلومات معينه او نصايح معينه او كلام معين، يعني ان هو بيساعدك يعني؟ هو في كتير طبعا. الكابتن حسام غالي كان اكتر واحد داعم لينا ودايما بيشجع الشباب وكده وبيدوس معانا ان احنا لازم يبقى عندنا روح وعزيمه زي النادي هنا. في ناس كتير اتكلمت معايا، بس اكتر حد كان بيتكلم معانا دايما وبيعايز الشباب تبقى احسن في احسن حالاتها كان دايما كابتن حسام غالي وكده يعني. تلعبت في نوادي كتير قوي يعني ما شاء الله، احنا بنذاكر حلقتك لقيت ان في مسيره كبيره جدا من النوادي. ايه اهم المحطات في كل نادي، وقول لي حاجه استفدتها كمان من كل نادي؟ هو طبعا اي حد بيلعب في النادي الاهلي بتبقى اهم محطه بالنسبه له محطه النادي الاهلي. لكن انا فتره تعلقي بشكل لافت للنظر وكده كنت بلعب فيها ماتشات كتير وكونفدراليه وكده مع سموحه. مع سموحه؟ مع سموحه. ده الموسم كان ده عندك كام سنه؟ كان ساعتها 24. ده موسم عملته جامد جدا، بعدها جيت النادي الاهلي هنا وكملت على الموسم ده موسم ونص في النادي الاهلي. يعني كنت برضو بنفس الاداء وبنفس القوه اللي انا كنت فيها في سموحه وكده، ونفس برضو مسيره الاهداف والحاجات دي برضو في النادي لمده سنه ونص. طبعا الفتره الاخيره دي ما لعبتش فيها وكده، فبقول الحمد لله طبعا على الفتره اللي قعدتها في النادي ما قصرتش وما بخلتش، والناس كلها كانت شايفه قدام عينيها الحاجه دي الحمد لله. شايف ازاي مشوار المنتخب الوطني طبعا الفتره الاخيره، وهل شايف ان في حاجات معينه لو اتغيرت هيكون بيأدي بشكل افضل او لا؟ هو طبعا المنتخب انا شايف الفتره الاخيره احنا كنا ماشيين كويس وكده باستثناء ماتش السنغالي الاخير ده. طبعا انا الظروف اللي حصلت في الماتش دي اللي اتحكى لي يعني ان هي ظروف واجواء مش كوره خالص. الظروف دي انا مريت بيها مع الاهلي هنا في 2018 ضد الترجي. نفس الظروف والاجواء بالظبط اتحطينا فيها احنا فريق الاهلي كسبانين هنا 3-1 ورحنا نلعب الترجي في تونس. نفس الاجواء 5 ايام هناك في الترجي، ازايز ميه وطوب وسب وحاجات مشاكل كتير جدا، غير بقى اجواء المباراه نفسها. نفس اللي حصل معانا حصل مع المنتخب، وبالتالي نفس اللي حصل برضو معانا خسرنا نفس اللي حصل مع المنتخب. اما بتبقى اجواء اللاعب المصري لما بتبقى اجواء ما فيهاش كوره بيبقى الموضوع صعب عليه، خصوصا ان بيبقى فيه طوب وشتايم وحاجات كتير يعني. انما لما بتبقى الاجواء فيها كوره دايما بنكسب دايما. يعني انت بنكسب. شايف من وجهه نظرك انه اللي حصل كواليس اللي حصل والليزر والحاجات دي هي اللي اثرت على الخساره؟ طبعا طبعا، لان انا مريت بنفس التجربه وخسرنا برضه نفس التجربه بالظبط يعني. كلنا طبعا عارفين المدرب بيأثر بشكل كبير جدا على اللاعب، يعني اللاعب كمان بشكل كبير هو نفسية. مين مدرب حسيت ان هو يعني على نفسيتك واثر فيك بشكل ايجابي جدا؟ هو احسن حد اخذ مني احسن حاجه كان الكابتن مؤمن سليمان، يعني ده اكتر حد اخذ مني احسن حاجه. يعني اخذ مني كوره في الملعب وبره الملعب، اخذ مني كل حاجه. فكان مخليني في التوب فورم بتاعي. كان بيعمل معاك ايه بقى؟ لا كان بيعاملني نفسيا كويس، بيسيبني اعمل اللي انا عايزه في الملعب، بيديني تعليمات وحاجات في التمرين بنفذها في الماتش بلاقيها هي اللي بيحصل في التمرين بتجيلي في الماتش بحطها بنفس الطريقه بتاع التمرين بتدخل. فده اخد مني احسن حاجه. انما انا عاصرت طبعا في مدربين كتير اتمرنت معاهم كلهم برضو فادوني، بس طبعا انا بتكلم على اكتر واحد اخد مني احسن حاجه في اسلام محمد. بس انما في الكابتن رضا شحاته انا معاه دلوقتي بيعمل لنا حاجات كويسه جدا وماشيين كويس جدا معاه، وعايز يطبق حاجه معينه في الكوره، وده اللي شغال عليه معانا الفتره دي اللي هو يطبق رتم برشلونه والفرقه تحضر وما انشلتش وحاجات كتير. طبعا الكابتن حسام البدري اخد مني برضو حاجه انا ما كنتش واخد بالي منها، انا ما كنتش واخد بالي ان انا لما انزل احتياطي في 3-4 دقايق انزل اجيب جول. فدي حاجه يعني انا ما كنتش واخد بالي منها يعني، فلما حصلت الحمد لله واجدت فيها فبقيت عندي ثوابت ان انا بدات زي قعدت زي نزلت 5 دقايق زي بدات 90 دقيقه، فدي حاجه كويسه بالنسبه لي برضه. ايه افضل انجاز في حياه اسلام محايد؟ افضل انجاز في حياتي ان انا لعبت للنادي الاهلي. يعني ان انا لعبت للنادي الاهلي ده حلم من وانا صغير.
أسوأ قرار في حياة إسلام محايد؟ هو قرار الرحيل عن النادي الأهلي برضه. يعني لو رجع بيك الوقت تاني مش تختار انك؟ مستحيل همشي طبعا. يعني انا حاربت من وانا صغير عشان اجي النادي الاهلي، ولما مشيت حاربت تاني عشان ارجع. يعني انا مشيت من الاهلي وانا عندي 20 سنه، فضلت 3 4 سنين بحارب بره في الجونه وفي سموحه عشان ارجع النادي الاهلي تاني. ولما رجعت مسكت في الفرصه وخليت الجمهور يقدر اسلام محارب وقيمتي وامكانياتي وقدرت بالاجوان اللي انا بجيبها والمواقف اللي انا حصلت مني في الملعب، فقدر الجمهور يحبني، فقدرت احافظ على كده. فمستحيل كنت همشي يعني. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل تاني مع كابتن اسلام محايد. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع كابتن اسلام محارب. برحب بيك مره تانية يا كابتن. قول لنا بقى بتعمل ايه في رمضان بشكل عام، من اول ما بتصحى كده لحد ما بتنام؟ هو طبعا رمضان شهر عباده، يعني شهر تقرب لربنا اكتر من ان انا مثلا اركز في حياتي، يعني في حياتي في الكوره بعد الفطار. واللي قبل الفطار ده كله الحمد لله يعني ببقى قريب من ربنا شويه، بس مش اكتر يعني. يعني بتصحى تقرا قران و حاجات بقى يعني محدد لنفسي حاجات معينه كده بعملها الحمد يعني لله. لازم تخلصها في شهر رمضان؟ لازم اخلصها في شهر رمضان. يعني شغال عليها كل سنه، لازم اعمل الحاجه دي. فالحمد لله ربنا قدرنا يعني، ونكمل رمضان ده ان شاء الله. طبعا ربنا يقدرك. طب علاقتك ايه بالاكل في رمضان؟ طبعا عشان عندنا التمرين دايما بيبقى الساعه 9 او الساعه 9 ونص، فطبعا الفطار ده بالنسبه لنا صعب جدا، ما بنفطرش كويس خالص. بيبقى الفطار حاجه خفيفه جدا وكده، بس ملزمين وصف. يعني ولا مش بتلحقوا عشان التمرين؟ لا، ما انا لو فطرت كويس زي الفطار العادي مش هقدر اتمرن، فلازم يبقى اوسطا فطاري زي الماتشات بالظبط. فبتبقى حاجات مكرونه بقى، بوري كده بس وخلاص، وانزل التمرين بس. الحاجات الخفيفه دي علشان دي سريعه الهضم وكده يعني. عشان اقدر اجري واقدر اتمرن وكده يعني. يعني هنقدر نقول مفيش حلويات ومفيش محشي؟ في حلويات بقى بس مش في كل الاوقات يعني. في اوقات كده بس طبعا عشان رمضان بس مش اكتر. ايوه، احتفال برمضان يعني. احتفال اي برمضان. حاجه طبعا. طب انت من اللعيبه اللي بتحب تلعب وانت صايم ولا لا؟ يعني عندك ماتش مهم جدا هتلعب وانت صايم؟ هتلعب وانت صايم وتأدي ولا لو الماتش في افريقيا طبعا وماتش صيام هصوم طبعا، مستحيل افطر يعني مستحيل. انما لو طبعا احنا عندنا في مصر هنا الدوري كله بعد الفطار، فطبعا بيبقى الموضوع بالنسبه لنا عادي. انما ماتشات افريقيا كلها دايما ببقى صايم الحمد لله يعني. طب بتأدي وانت صايم ولا لا؟ خلاص انا بيبقى تعود بالنسبه لي انا الحمد لله يعني. بره رمضان كده كده الحمد لله بصوم يعني، فمتعود ان انا اتمرن وانا كده برضو. فطبعا الموضوع سهل بالنسبه لي الحمد لله. في رمضان بتحب تخرج اكتر ولا تقعد في البيت؟ يعني انا اصلا واصل لي كلام انك شخص يعني بيتوتي من الدرجه الاولى، ما بتحبش تنزل اصلا خالص، قاعد في البيت 24 ساعه. هو انا بحب قعده البيت مع اولادي وزوجتي وكده، ما بحبش اخرج كتير عشان اركز في تمريني اكتر يعني. بس وفي رمضان طبعا بيبقى الوقت ضيق جدا، بحاول اخرجهم بس ما لحد دلوقتي ما خرجناش ولا يوم يعني في رمضان، ولا فطرنا ولا يوم بره. فطبعا الموضوع صعب لان رمضان الواحد بيخلص فطار بيلاقي نفسه في التمرين، وبيرجع بيلاقي نفسه السحور خلاص، فبيبقى الموضوع مفيش خلص. مفيش وقت عندي، مفيش وقت خالص. انما انا شخص بحب البيت قوي يعني، احسن لي في البيت قاعد معاهم وكده. ده بالدنيا كلها يعني الحمد لله. فاكر حاجه في النادي الاهلي ايام ناشئين في رمضان؟ هو انا ايام الناشئين في رمضان طبعا كنت ببقى هنا طبعا، ما كنتش لسه اتجوزت وكده. كنت قاعد في الشروق هنا في مساكن الشروق جنب النادي هنا في مدينه نصر. كنت قاعد انا واثنين اصحابي، طبعا بنفطر مع بعض وبنيجي هنا. الاجواء في رمضان طبعا تمريننا بعد الفطار، وبنكمل اليوم هنا في النادي، وبعدين بنتسحر برده في النادي، وبعدين نرجع الشقه نبات فيها. طبعا كانت الاجواء هنا واحنا صغيرين كان الموضوع مختلف. كنا بنبقى فرقه كامله مع بعض اصحاب، نفطر مع بعض. طبعا كان النادي بيعمل لنا فطار هنا جماعي، الناشئين بتاعه النادي كلها كانت بتفطر. حلوه الاجواء برضو طبعا. تلاقي من اول فريق ل 20 سنه لحد 14 سنه كلنا بنفطر مع بعض، واصحاب واخوات، ودي اجواء كويسه يعني، بتخلي حتى اللي طالع من وهو صغير لما يتصعد مع فرقه اكبر منه او يجي يلعب مع فرق سنيه اكبر منه 3 4 سنين، بيبقى الموضوع عادي بالنسبه له، لان هو اصلا
بيفطر معاه وبياكل معاه وقاعد معاه طول الوقت. فدي بتسهل علينا الدنيا يعني في وبتقربكم كمان من بعض. طبعا طبعا. اكتر حاجه افتقدناها رمضان ده عن السنين اللي فاتت من وجهه نظرك؟ بالنسبه لنا ولا بالنسبه بالنسبه لك؟ بالنسبه لنا مش حاجات كتير، بس دي اهمها يعني. الحاجه اللي افتقدتها السنه دي ان انا لحد دلوقتي لسه ما افطرتش مع اهلي بس. فده اكتر حاجه لسه مضايقاني يعني لحد دلوقتي، ان انا ما فيش وقت ان انا انزل افطر مع ابويا وامي واخواتي وكده. طبعا انا متعود ان انا افطر معاهم اوقات كتير في رمضان، بس طبعا السنه دي الماتشات الوديه اللي احنا فيها والمعسكر اللي احنا فيه مخليني لسه يعني مش قادر ان انا انزل معاهم افطر معاهم وكده يعني. بس انما الحاجات التانية الحمد لله نفس الحاجات ماشي عليها الحمد لله. الفقرة دي اسمها فقرة الصراحة، هسألك اسئلة وتجاوبني عليها بكل صراحة. أمين. ومفيش تغيير سؤال. يا مسهل. بصراحة، حد عايز تقول له سامحني؟ حد عايز اقول له سامحني؟ في رمضان انا الحمد لله يعني ببقى يعني انا بحاول بقدر الامكان ابقى متصالح مع نفسي يعني. ما بحبش اجي على حد واسيبه وقت طويل من غير ما اصالحه او ما اقول له انا اسف مثلا، لان انا بحب ان انا ابقى مثلا نايم وانا حاسس ان انا مرتاح. فطبعا لو زعلت حد بقول له ما تسامحني في وقتها، في وقتها ما بستناش انا. فلحد دلوقتي الحمد لله ما تمام كله زي الفل. طيب بصراحة، ايه السؤال لو سألته لك دلوقتي حالا مش هتجاوب عليه؟ مفيش يعني، اي حاجة هتسألها لي هجاوب عليها. يا سلام، مفيش الحمد لله. حلوة الطاقة دي. مفيش. بصراحة، لو مدير الفني بتاعك قرر وجودك في الاحتياطي لمدة موسم كامل، هتوافق ولا لا؟ انا اولا ما عنديش مشكلة ان انا اقعد على الدكة، لان كل لعيب بيمر بمرحلة بيبقى فيها في التوب فورم وفي مرحلة بيبقى مستوى قليل، فطبعا المدرب بيبقى عايز ياخد منك احسن حاجه. وانا طبعا الحمد لله ما حصلتليش لحد دلوقتي في حياتي الحمد لله. بصراحه، حد كتب لك كومنت على السوشيال ميديا ما عجبكش، هتعمل ايه؟ هو طبعا ما بعملش حاجه، لان انا جالي فتره برضو الفتره بتاعت ماتش الترجي ده بعد البطوله بعد الاجواء اللي مرينا بيها والخساره والكلام ده كله، طبعا الجمهور بيبقى زعلان وبيبقى متضايق وبيشتم وبتاع، فبتسمع. هو عنده حق، هو عايز يفرح، فطول ما انت بتفرحه هو شايلك فوق دماغه، طول ما انت بتزعله اكيد هيتنرفز وهيتعصب زي ما بيحصل معانا دلوقتي. فالطبيعي بستحمل ما بتكلمش، وعمري ما رديت على حد مثلا شتمني او قال لي حاجه وحشه، مستحيل. مسالم انت قوي يا كابتن. مش هرد اقول له ايه، هو جمهور وعايز يبقى مبسوط وانا اللي ببسطه. فطبعا استحمله، ده شغلي. ودي الحاجة الوحيدة اللي بتفرح الناس في مصر عموما يعني. فمش هرد طبعا. بصراحة، لو هتغير حاجة في شخصيتك حاجة واحدة، هتكون ايه؟ انا حابب شخصيتي كده، ان انا بحس ان انا الحمد لله يعني ما بسقش لحد بسهولة. بحاول استحمل على قد ما اقدر اللي قدامي. ممكن حاجة واحدة بس عندي، بتنرفز بسرعة. عصبي في اوقات. لما بحس انه الحاجه اللي قدامي غلط قوي يعني، لو غلط بسيط بحاول اصلحه، لو غلط قوي بتعصب. تعصب بتعمل ايه بقى؟ مش عارف، بيحصل حاجات كتير. مش ضامن نفسك. ما هو الطيب بيبقى كده يعني، الطيب او اللي هو اللي ما بيحبش يتكلم كتير او مش عصبي كتير، لما بيتعصب تبقى عنده مشكله. ما بيقدرش يسيطر ممكن على نفسه. بتكسر حاجات قدامك وكده؟ لا، ما بتوصلش لكده. بتوصلش ان انا اكسر حاجه او كده، بس بتعصب بقى. ممكن امشي اخد نفسي واروح مكان بعيد لوحدي كده، لان انا لو قعدت ممكن يحصل مشكله اكبر من كده. فبحاول امشي. بصراحه، امتى اخر مره عيطت؟ السنه اللي قبل اللي فاتت. ليه؟ اصعب موسم مريت بيه في حياتي. انا من النوع اللي بحب اهلي يبقوا مبسوطين جدا، وزوجتي واولادي، لان هما دايما شايفيني في احسن حاجه ان انا بجيب اجوان وبعمل اجوان فزعلت قوي من نفسي، وحسيت ان انا بعمل كل حاجه وفي حاجه غلط، بس الغلط ايه هو انا مش عارفه. بس فدي المره الوحيده اللي يعني انا بتكلم مع حد يعني مع اخويا، حسيت ان في حاجه غلط فعيطت لوحدي كده. بس ان وزوجتي برضو يعني، حصل مع زوجتي واخويا في نفس الموسم ده. يعني الموسم ده عدى عليا كان صعب جدا،
موسم كامل ما جبتش فيه جوال، ما عملتش فيه جوال، كان صعب جدا بالنسبه لي، ما حصلتش في حياتي الحمد لله غير الموسم ده. فالحمد لله عديته الموسم اللي فات ده، عديته وجبت جوان فيه والحمد لله عدى معايا كويس. ان شاء الله الموسم ده يبقى اعلى من الموسم اللي فات ان شاء الله. بصراحه لو وصل لك كلام لحد فريقك بيتكلم عليه كلام مش كويس خالص، هتروح تواجهه ولا هتسكت وتتجاهل تمام؟ لا مش هواجهه، مش هواجهه، لان انا ما بحبش مثلا ان اخش في صدام مع حد مثلا هو شايف من جواه ان انا مثلا عامل له مشكله او ازمه. طب ممكن أو الكلام ده يبقى غلط، تروح تواجهه وتعرف. لو غلط الناس اللي دايما بيتكلم معاه المفروض هم اللي يعدلوا الحاجه دي. انا ما اقدرش اقول عن نفسي ان انا كويس وبقى وبصلي وبصوم والكلام ده كله، ما فيش حد بيقول عن نفسه كده، وما فيش حد كامل فينا، ممكن اكون انا غلط في حاجات كتير جدا والشخص ده مثلا بيقول حاجه فيا غلط فعلا وانا مش حاسس ان هي غلط، انا شايف فيها ان هي صح. فطبعا مش هواجهه لان هو مع مرور الوقت هيكتشف ان هو غلط بالتعامل معايا، بيني وبينه هو اكيد مش عارفني كويس او ما عاشرنيش، فطبعا هو بيقول الكلام ده لما هيعاشرني وهيعرف ان انا مثلا بمشي كده فخلاص هيقتنع. يعني هتختار التجاهل؟ يعني هختار التجاهل، اهو ما احبش انا اخش في صدام مع حد مثلا هو شايف ان هو بيقول كلام صح وانا شايف من وجهه نظري ان هو بيقول كلام غلط، فمش هقابله ولا اكلمه يعني عادي هتجاهله. بصراحه سر ما حدش يعرفه عنك خالص وهتقوله يا كابتن، ساعدني بقى شويه، احنا عدينا السؤال اللي فات مش هنعدي السؤال ده. حياتي في البيت، حياتي بيني وبين مراتي بس، دي محدش يعرف عنها حاجه مستحيل. وعمرك ما تقول عنها حاجه؟ لا مستحيل طبعا. اللي بيني وبين مراتي وبيتي مستحيل حد يعرف عنه حاجه، لا انا اقدر اقول ولا هي تقدر تقول، يعني احنا واخدين بعض عن حب وقصه طويله يعني، فطبعا مستحيل يعني سر محدش هيعرف اللي بينا خالص يعني. ربنا يخليكم لبعض. في الفقره دي هسالك اسئله سريعه وهتجاوبني بيها من اللعيبة المحلية، أسامي لعيبة محلية تمام؟ مين صاحب أقوى تسديد؟ أقوى تسديد أقوى تسديد في دقة، في أنا بالنسبة لي في اتنين، عمرو السلية وكابتن نور السيد معانا في الجونة، دول بالنسبة لي أكتر ناس بتسدد في الوقت الحالي في مصر. في دقة التسديد بتاعهم، في دقة على الجول يعني. مين اكتر لاعب شايف ان دمه خفيف؟ اكتر واحد دمه خفيف مؤمن زكريا الله يمسيه بالخير، يعني ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، يا رب يشفيه، ونسأل ربنا كده في الايام اللي احنا فيها دي ربنا يشفيه ويجعلنا بالف سلامه ان شاء الله يا رب. كنت شايف مؤمن زكريا وباسم علي. باسم علي اسرع واحد في الملعب؟ اسرع واحد كسرعه انا بعتبره باسم علي، اسرع واحد واسرع رد فعل لعبت معاه يعني الناس اللي لعبت معاه. افضل حارس مرمى؟ افضل حارس مرمى الشناوي، محمد الشناوي. اكتر واحد كاريزما؟ حسام غالي طبعا، كاريزما كبيره طبعا مصر كلها عارفه. اكتر واحد وسيم، شكله لطيف كده برضه، حسام غالي الاثنين. كنت عارفه انك هتختار كابتن حسام غالي طبعا في اكتر واحد وسيم. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل تاني اخر فقره معاك. مشاهدينا رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، برحب بيك مره تانية يا كابتن. في الفقره دي بقى معايا ثلاث كروت، كارت اصفر بتدي انذار لمين في الوسط الرياضي بشكل عام؟ بدي انذار لمين؟ انذار اصفر، كارت اصفر. بدي انذار لفريقنا ان احنا داخلين على مرحله صعبه ومرحله مهمه جدا في الفتره الجايه بتاعه الدوري. نخلي بالنا ونركز، الفتره الجايه هتبقى صعبه جدا، الماتشات هتبقى مضغوطه، لازم نوصل لاحسن حاجه لينا في الفتره اللي احنا فيها دي. كارت احمر بتطرد ظاهره ايه من الملعب؟ التعصب والعنف اللي احنا فيه. يعني التعصب الفتره الاخيره دي زاد، بالذات في مصر هنا وبره مصر. بالذات احنا بنقابل الموضوع العنف ده في افريقيا بشكل كبير جدا. اي فرقه بنروح نلعبها بره بيبقى الموضوع صعب بالنسبه لنا يعني. وبنعاملهم هنا احسن معامله، بس بنطلع نتعامل هناك اسوء معامله يعني. كارت اخضر بتدعم ايه في الرياضه بشكل عام وحاجه نفسك تحققها؟
بدأ من احنا دايما نحب بعض ودايما نحافظ على بعض اكتر، يبقى في روح رياضيه بيننا وبين بعض كلنا. ما بحبش انا حد يشوف حد مثلا ويتنمر عليه، يشوفه مثلا بيعمل حاجه مش عاجباه بتاع، ما بحبش انا الاسلوب ده. نحافظ على بعض ونحب بعض. احنا طبعا موجودين في الدنيا دي عشان نعبد ربنا كويس، ومحدش يتريق على حد، لان مفيش حد بيختار شكله ولا اسمه ولا مكانته، ودي حاجه مهمه جدا يعني. فالفقره دي وهي اخر فقره معانا، هسالك اسئله عامه وهتكلم حد قريب منك وتطلع الموبايل وتفتحه سبيكر وتساله نفس الاسئله اللي هسالها لك ونشوف اجاباته مطابقه مع اجاباتك او لا. مين اقرب حد ليك في الاهلي واقرب حد ليك بره الاهلي؟ اقرب حد ليا في الاهلي حاليا هو ايمن اشرف. لو مش لعيب كوره كنت هتكون ايه؟ واقرب حد ليك بره الاهلي؟ لو مش لعيب كوره الاول اقرب حد ليك بره الاهلي؟ بعيد عن اخواتي، اخويا التاني يعني دكتور سيد. ده ابن عمي وكده، دكتور وكده، ونفس الجيل بتاعي ومتربيين مع بعض. لو مش لعيب كوره هتكون ايه؟ انا لو مش لعيب كوره كنت هبقى لعيب كوره. ما بعرفش اعمل اي حاجه خالص غير الكوره. يعني ما رتبتهاش في دماغك خالص؟ خالص. يعني انا كل حياتي كلها في الكوره من وانا صغير. وعشان كده اديت الكوره كل حياتي. فعشان كده طب بعد عمر طويل ان شاء الله يا كابتن، يعني ان شاء الله تتالق الفتره اللي جايه ان شاء الله، بس يعني بعد عمر فكرت في حاجه تعملها؟ ما هو بعد الكوره بقى مش عايز اشغل بالي دلوقتي وانا في الكوره. وعايز اركز دايما في الكوره الفتره دي، طول ما انا بلعب اركز في الكوره. بعد الكوره هبدا يعني في اخر سنه مثلا في الكوره ممكن ابدا افكر مثلا هعمل ايه بعد كده. بس غالبا هتتجه لفكره التدريب برضه. اكيد ما فيش حد بيلعب كوره فترات طويله الا لما بيبقى مثلا حابب ان هو يكمل. فاكيد ان شاء الله يعني نبقى في نفس المجال. يعني لو مش لعيب كوره هنختار مدرب. هبقى في نفس المجال. ان شاء الله. ايه الاكله اللي مش بتحبها ومستحيل تاكلها؟ أكلة كنت دايما ما بحبهاش يعني لما كانت بتتعمل في البيت، كنت ما في أكلة اسمها سبانخ. هي طبعا دلوقتي بقينا بناكلها إجباري يعني، بس أنا طبعا دلوقتي مستحيل برضو لحد دلوقتي أكلها يعني. الأكلة دي حاجة كده زي الخضار بس طبعا صعبة جدا يعني، أنا ما بحبهاش. استغفر الله العظيم يا رب. يعني هي مفيدة جدا بس مفيدة في ناس جداً. ما بتحبش طعمها. مفيدة طبعاً. جدا وفيها كمية فيتامينات وحاجات كتير جدا بس أنا ما بحبهاش. مين مثلك الأعلى من اللعيبة بره مصر؟ بره مصر أنا بحب ميسي جدا. بشوف فيه كل حاجة، متكامل يعني. ريال مدريد ولا برشلونة؟ برشلونة. لو هتفتح محل أكل هتفتح محل إيه؟ هفتح محل ممكن نخليها أسماك بقى. أسماك؟ ده حفاظ على الوزن يعني؟ حفاظ على الوزن، إنما في الطبيعي لا. أنا كشري. لا هفتح محل لحوم بقى وحاجات من كده. مين بيغلبك في البلاي ستيشن؟ ابن عمي اسمه باشمهندس محمد. ده بقى عامل لي عقده، ما بكسبوش خالص. عامل لك عقده؟ ما بكسبوش خالص. بقى كسبان 3 4 واخسر برضه. ياه والله. انت شايف ايه المشكله بقى هنا؟ مش عارف، هو من بقالنا فتره طويله جدا بنلعب، هو اللي بيكسب برضه. ما بكسبوش خالص. ما مش عارف ايه العقده فين، بس مش عارف يعني. اول حد هتكلمه لما تكون مخنوق؟ لما اكون ايه؟ مخنوق. لما اكون مخنوق بحاول اصلي. يعني لما اكون مخنوق قوي بحاول اصلي واقرب من ربنا قوي، لان هو دايما هو اللي بيطلعني من اي مشكله فيها. ودايما بحس نفسي موجود في الصلاه، بحس ان انا برتاح يعني. طبعا اكتر حد بحكي له بيبقى مراتي يعني. معايا في البيت فبحكي لها كل حاجه. بس طبعا بحب انا ابقى اطلع كل حاجه في الصلاه وكده. لوحدك برضو يعني؟ لوحدي برضو. تخاف من ايه؟ الحمد لله ما بخافش من حاجه. كل حاجه في ايد ربنا. فطبعا ما ببقاش خايف من اي حاجه، ولا مستقبل ولا حاجه بعد كده. مفيش. الحمد لله يعني. اتفضل، دي الكيو كارد، الاسئله دي اللي سالتها لك. هتكلم حد دلوقتي قريب منك، اعتقد هتكلم مراتك يعني. الو. ايوه. ايه يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام. انا هسالك دلوقتي شويه اسئله كده وهشوفك بقى، عارفه انا الناس دي قريبه مني، او هشوفك هتجاوبي ازاي يعني.
تمام تمام مين اقرب حد ليا في الاهلي؟ في الاهلي؟ في الاهلي دلوقتي لعب معايا كتير. ايمن اشرف. تمام. لو مش لعيب كوره كنت هبقى حاجه يعني تانية غير الكوره ولا انت شايف ان انا هبقى لعيب كوره بس؟ ما تغششهاش يا كابتن. بصراحه من اللي انت مثلا ما بتعرفش تعمل اي حاجه يبقى انت هتبقى لعيب كوره برضه. تمام. طب تغشش عليك طريقه انت. ايه الاكل اللي مش الاكل اللي انا ما بحبهاش؟ هي مش هتعرفها. ما بتحبهاش؟ لانها ما فكرتش عمري ما طلبتها منها ولا هطلبها. اعتقد الفاصوليا. لا صعب. عادينا عادي دي. اكتر حاجه ممكن تعصبني. انت ما جاوبتش عليها. انا ما جاوبتش عليها اصلا. بقول ان انا ممكن امسك التليفون وانت بتتكلم. ماشي. مين مثل الاعلى من اللعيبه في مصر هنا بره مصر؟ خلينا بره مصر. بره مصر في الكوره مش هتعرف. مش هتعرف. لا مش كرويه قوي. مش كرويه قوي هي. ما تكلمش في الكوره اصلا احنا. طب انا بحب ريال مدريد ولا برشلونه؟ برشلونه. لو هفتح محل اكل هفتح محل اكل ايه؟ اكاوي بقى ومحاشي وحاجات لحوم. ايوه ماشي تمام. لا تمام. مين اللي بيغلبني في البلاي ستيشن؟ ده في البلد بقى مش عندنا هنا مش في القاهره. حد بيلعب معايا في البلد في كفر الشيخ مين؟ بتغششها انت جامد اعتقد. مش عارف مين. دكتور سيد؟ لا لا ما اعتقد. ما اعرفش حد. انت ما بتعرفش بلاي ستيشن اصلا في البلد. اول حد بكلمه لما بكون مخنوق. اكيد انا يعني. هي او بصلي. بالظبط. اه مفيش حاجه تانيه. انا بخاف من حاجه ولا ما بخافش من حاجه؟ كابتن ما تغششهاش. الحمد لله ما تخافش. غير ان انت بس تفوت يعني ان انت مثلا الصلاه يعني اكتر حاجه تخافك ان انت ان يكون في مكان ووقت الصلاه يعني يدخل انت تكون مش مصليتش يعني. مفيش من حاجه الحمد لله. خلاص ماشي شكرا. عفوا. ماشي خلاص يلا باي. باي باي. باي. الحمد لله عدت على خير. عدت على خير فما فيش مشكله النهارده. نورتني يا كابتن. نورت. بسطت جدا بالحوار معاك ونورت طبعا شاشه قناه الاهلي. حاجه بقى تقولها في الاخر تحب تقول؟ طبعا انا بقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وطبعا انا مبسوط ان انا على قناه الاهلي. وطبعا بحب اشكر من خلالكم هنا وبقول للاهلي ابويا وامي واخواتي وزوجتي وكلهم يعني كل سنة وطيبين ورمضان كريم عليكم وإن شاء الله أشوفكم قريب ونفطر مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله كلنا. كل سنة وطيبين. مشاهدينا كده تكون خلصت حلقتنا مع كابتن إسلام محارب. بشكركم جدا وأشوفكم في حلقة